الو، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك سني ولا اثنا عشري؟ شيخنا الله يسعدك. حضرتك سني ولا اثنا عشري؟ لا لا، شيخ شيخ ان شاء الله. ان شاء الله. طيب، ان شاء الله قلتم ان علي شيخنا. بن ابي طالب هو من جمع القران. ممن جمع القران وكيف جمع القران؟ شيخنا بس بالبدايه اسمح لي شوي، اذا كنا اخذ من وقتك شوي. اتفضل، بس جاوب على السؤال. اتفضل. اجاوب على السؤال، اجاوب بس اعطينا من وقتك شوي. انا اديك من وقت، طالما بتجاوب على السؤال اديك وقتي كله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شيخنا ان شاء الله ما يكون قاطعك الا طيب. ان شاء الله. انا من متابعينك دائما، ابغى على فيديوهاتك وعلى الاسئله اللي تنزلها. فحسب ما ادري في من جمع القران، علي بن ابي طالب جمع القران اكيد. شيخنا. ايوه ماشي. علي بن ابي طالب هو الذي جمع القران. كيف جمع القران وممن جمع القران؟ جمع القران من الصحابه. جمع القران من الصحابه؟ ايوه، واللي ادربي واللي قاري اكتمل جمع القران بعهد. انت متاكد انه جمع القران من الصحابه؟ اصلا انا لما باجي اجمع شيء بجمعه وهو مش عندي، يعني بجمع الشيء اللي مش موجود عندي. لاحظ، بجمع الشيء اللي مش موجود عندي. جمع القران. ايوه، ما جمعه من الصحابه. انا بجمع الشيء اللي مش موجود عندي، والا حجمع شيء هو موجود عندي؟ لا. ركزت؟ فهمت انا عايز ايه؟ طبعا فهمتك. يعني ايه طيب؟ بس شيخنا اللي ادري بيكتمل هو جمع القران عهد الخليفه عثمان بن عفان. احنا ما بنتكلم في عثمان دلوقتي، رضي الله عنه وارضاه ورضي الله عن علي بن ابي طالب. انت تقول ان علي بن ابي طالب هو اللي جمع القران، وجمع القران من الصحابه، اذا جمع شيء مش موجود عنده. لا، هو عنده مو ما عنده. ازاي عنده؟ ازاي جمعه؟ بس هيجمع شيء عنده؟ شيخنا بس فهمني. حاضر، اتفضل. اريدك بس تفهمني. هذا اول مره اتصل عليك. طبعا حاضر، حفهمك والله. طبعا ليش استنى، شفتك فاتح مباشر، قلت خل احكي وياه شوي نستفيد مني. المهم اللي عندنا نعطيه اياه. اتفضل. ليش بعد يصير اشكال بين سنه وشيعه وهاي السوالف في المالها اي داعي؟ اتفضل. نرجع للسؤال بتاعنا. انت قلت ان علي بن ابي طالب جمع القران من الصحابه، فكيف يجمع شيء موجود عنده؟ اذا هو جمع شيء ليس موجود عنده، يعني ليس كل القرآن موجود عند علي بن أبي طالب، فلذلك جمع الشيء اللي صحيح. مش موجود عنده. ده عقلا ومنطقا. هو جمع من الصحابة بوقته. أي صحابي كان حافظ للقرآن هو بوقت الرسول، كانوا الصحابة حافظين للقرآن. الآية تنزل على الرسول يعرضها على الصحابة وعلى الناس. مو صحيح؟ ايوه ماشي صحيح. فده ان دل يدل على ان هناك ايات لا يعلم علي بن ابي طالب، نزلت في اوقات لا يعلم علي بن ابي طالب ولم يحفظها علي بن ابي طالب. والا لو علي بن ابي طالب حافظ القران عن بكره ابيه من الجلده الى الجلده، ما اضطر علي بن ابي طالب بان يجمع القران. الاشكال شنو شيخ؟ انا بس اريد اعرف الاشكال. يعني انا هقول لك الاشكال. انت تقول ان علي بن ابي طالب هو من جمع القران. جميل، ممتاز. جمع القران انت بتجمع الشيء اللي مش موجود عندك، والا هتجمع شيء موجود عندك؟ يبقى بتجمع الشيء اللي مش موجود عندك. يعني مثلا افترض ان انا عندي 1000 ايه، القران كله 1000 ايه، فانا عندي منه 700 ايه. فبجمع ال 300 ايه اللي ناقصين من عندي انا. فكيف علي بن ابي طالب ينقص من عنده 300 ايه؟ اذا هو علي بن ابي طالب لا يعلم ال 300 ايه، لذلك جمعهم. شيخنا، شيخ وليد. زين، هو من كان يكتب الايات للرسول؟
علي بن أبي طالب كان بيكتب بعض الآيات، ومعاوية كان بيكتب بعض الآيات، وكان في آيات بتحفظ على طول من غير كتابة. إيه ما هسه إحنا ما اختلفنا أنا وياك شيخنا. أيوة ما أنا عايز ما أختلفنا أنا وياك. واحدة 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 واحدة، خلينا ناس مسلمين أذكياء. قلنا أن علي بن أبي طالب جمع القرآن، جمع القرآن من الصحابة، يعني معنى كده إن هو جاب الصحابي ده معاه آيتين، والصحابي ده معاه ثلاث آيات، والصحابي ده معاه أربع آيات. فلو كان علي بن أبي طالب يعلم القرآن الذي مع الصحابة لما اضطر إن هو يجيب الصحابي عشان ياخد منه الآيتين أو الثلاثة. والله شيخنا تريد أنا ما أعرف بايس، بس أنا حبيت أشارك أشارك رأيي. كلامي دخل عقلك ولا ما دخل عقلك؟ يعني أنا كلامي دخل عقلك ولا ما دخل عقلك؟ دخل عقلي، دخل عقلي شيخنا. شيخنا انت ليش تحكي وياي بعصبية؟ لا تحكي وياي بعصبية. والله ما بحكي معك بعصبية على فكرة، انا مسترخي وبضحك كمان. انا بفكر اجيب شازلونج، يعني بفكر اجيب شازلونج. لا لا شيخنا شيخنا ان شاء الله ماكو شيخنا شيخنا ان شاء الله ماكو فرق، احنا الا سيدنا ولا شيعة ان شاء الله ماكو فرق، احنا نعبد الله واحد ان شاء الله. بس اكو بعض الروايات متضاربه، اكو بعض الروايات متضاربه، مثلا عند اخواننا السنه وعند الشيعة روايات ما متفقين عليها. لا الحمد لله احنا الروايات الصحيحه عندنا ما فيها تضارب ولله الحمد، مع التحدي عندنا الروايات الصحيحه ما فيها تضارب ولله الحمد لله. عندنا اهل علماء السنه جماعه حطوا لنا نظام كده ماشيين عليه، فالنظام ده ما فيه خلل ولله الحمد لله. الحمد لله. بس اكو لله. اكو بعض الشغلات فيها تفاوت، واكو الشغلات فيها زياده، فانا من هذا الجانب احكي لك. انا ما احكي لك انه اكره السنه ولا انا شيعي ولا انا جميع انا جميع المسلمين شيخنا. انت انسان متحضر ومؤدب وخد بالك، وانا تشرفت بالكلام معك. شكرا لك. رحم الله والديك شيخنا. شيخنا بس سؤال. تفضل. الو تفضل. هسه احنا ان شاء الله ما اكبر، انا من العراق، وين هسه احنا بالنداوم بالانبار منطقه نقول اخواننا السنه، احنا بالجيش. نعم. انا بالجيش العراقي، فماكو فرق يعني عندنا نروح بالانبار ولا بالبصره ولا بالناصريه ولا بغداد، ماكو فرق، كلهم اخوتنا وان شاء الله وابائنا واجدادنا هم. ان شاء الله مجتمع واحد. فهاي في هاي هاي السوالف الفتن هاي طبعا اسرائيليات، والله ربنا يجمعنا على الحق باذن الله تعالى، ربنا يجمعنا على الحق. والله العظيم انا لما اتصلت عليك كنت تحكي بقلب ويلك، لان انا باغلب فيديوهاتك انت تحكي على الشيعة الشيعة والشيعة. اكو اكو طبعا، انا اقول لك ان شاء الله خير. انا اقول لك اكو بعض الشيعة هسه ذاك اليوم مسوين تمثال مال الامام العباس والناس تتلمس بيه، احنا وين بسم من آمون؟ يعني هاي شغلات ما تصير. بس هم شنو باعتقادهم انه هذا تمثال مال ابو الفضل يطمرات. يلا احنا خير. وين عايشين بعصر آمون؟ يلا خير ان شاء الله. شكرا لك عشان ما نضيع الحلقه على اشياء خارجيه. شكرا لك يا استاذ، انت مؤدب وشكرا لك.